رجل الأعمال نجيب ساويرس هو شخص دايما في مرمى النيران، وبرغم حجم النشاط اللي بتقوم به شركاته واللي بتعتبر شريك رئيسي في معظم المشاريع اللي بتقوم بها البلد سواء داخل مصر أو خارجها، لكن دايما في حالة تشكيك وتربص لكل مشاريعه واتهامات بالجملة عن حقيقة نوايا. في الأيام الأخيرة رجعت من تاني أثيوبيا لرئيسها أبي أحمد في التصعيد والعناد مع مصر بعد إعلانها عن بداية ملء الخامس لسد النهضة، في نفس الوقت لدولة جنوب السودان وقعت فيه بشكل منفرد على اتفاقية عنتيبي وانضمت للتحالف اللي بتقوده أثيوبيا. وفجأة في عز التصعيد تظهر صورة بتجمع فيه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ورئيس أثيوبيا أبي أحمد، وبدأ الموضوع بتدوينه على الصورة على منصة إكس، واتكتب عليها تعليق: هل تعلم عزيزي المواطن المغفل إن شركات ساويرس من الشركات اللي ساهمت في بناء سد النهضة؟ وبعدها بدقايق بعيد حساب تاني نشر نفس التدوينة ويوجه سؤال مباشر لنجيب ساويرس: صحيح الكلام ده؟ وفي نفس التوقيت اتنشر تعليق تاني على نفس الصورة بأنه اندفع 200 مليون دولار مقابل التنقيب على الذهب في أثيوبيا. وساعتها بيرد نجيب فورا على صاحب الحساب وتبدأ حقيقة الصورة والأخبار تظهر بوضوح. وقال نجيب في منشور على حسابه على منصة إكس: ورديت 100 مرة ما عنديش مناجم ذهب في أثيوبيا ولا مشارك في بناء سد النهضة، وإن الصورة دي قديمة وإن شركاته بتدعم الدولة وبتساهم في مشاريع كتير بتقوم بيها في كل دول حوض النيل، ولأن الموضوع ما يحتملش السكوت اتفرغ ساويرس للرد على كتير من المتابعين ومنهم تعليق عن عجز أثيوبيا في استكمال عمل الإنشاءات. فرد عليه رجل الأعمال وقال له: أدي آخرة سرقة المي. وفي النهاية اتضح أن فعلا الصورة دي من 6 سنين بعد إعادة انتخاب أبي أحمد في الوقت اللي كان فيه بوادر انفراجة في العلاقات مع أثيوبيا، وأن ساويرس ما راحش أثيوبيا أصلا من ساعتها. وبس خلاص، كنت معاكم نور من عين مصر، تابعونا عشان يوصل لكم كل جديد.